أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. لو سألتك اليوم السؤال، هل تريد افتقاد؟ هل تريد زيارة من الرب؟ صبحت أفكر في ترنيمة قديمة جدا. الترنيمة بتقول قلب مهيم غارة، رب اعمل لي زيارة. وطبعا هاي الترنيمة واضح أنه الترنيمة كتابية، كما زار الرب زكريا النبي وإليصابات زوجته وبشرهم بمجيء يوحنا المعمدان، كما زار الملاك جبرائيل المطوبة القديسة مريم العذراء في الناصرة وبشرها بأعظم بشارة وافتقدها بأعظم زيارة، وكما زار أيضا يوسف ليشجع وليؤكد له عن مريم المخطوبة له. وهكذا في أحداث الميلاد بتشوف زيارات ملائكية، تحركات سماوية. واضح إنه الله عاوز يتواصل مع الإنسان. السماء عاوز تعانق الأرض، أرض الشقاء، أرض العناء، أرض البؤس، أرض الظلمة، أرض الخطية. ولربما أنت تواجه نفس هذه الظروف في أيام الميلاد، ونحن في هذا الشهر والشهر القادم نحتفل بميلاد الرب يسوع المسيح، وفي كتير من الناس عم توصل إلى حالة يائسة وبائسة، وفعلا ما شافوا خير في هذه السنة، كل اللي شافوه بؤس وشقاء. وهل الميلاد سيغير شيء من حياتهم، ولا سيأتي عيد الميلاد وعيد الميلاد في السنة القادمة، وهكذا كل سنة على نفس الموضوع وعلى نفس المنوال؟ بتعرفوا لما الله وعد الإنسان وعد بمجيء عمانوئيل، عمانوئيل تفسيره الله معنا، الله حاضر معنا، وهذا الحضور تم من خلال يسوع المسيح. نستطيع أن نقترب إلى الله، نستطيع أن نتقدم إلى الله، ليس لأي استحقاق فينا ولا لأي بر فينا، ولكن الاستحقاق ما فعله يسوع المسيح. لربما تواجه في هذه الأيام صدمة وتواجه كارثة، ولربما تواجه مصيبة، ولربما وضعك الأسري في مأساة، وضعك المادي في معاناة، الألم الجسدي سواء مرض أو ضيقة أو تعب أو عناء، وعم بتعاني من كل أنواع التجارب وكل أنواع القيود التي تقيد وتكبل الحياة. لكن عاوز أشجعك اليوم، قل له ربي اعمل لي زيارة. بس عشان يجي يعمل لك هاي الزيارة لازم تهيئ القلب، وهذا القلب تقول له يا رب تعال، تعال إلى قلبي، تعال إلى حياتي. وإحنا بنستعد لميلاد الرب يسوع المسيح ولهذا الاحتفال العظيم، التجسد الإلهي، أن الكلمة صار جسدا في ملء الزمان وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. قل له يا رب اعمل لي زيارة، صليها، قل له يا رب أنا اليوم بتوب عن كل خطية، ليس لأي استحقاق فيه، ولكن أشكرك لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. تعال نقيني، طهرني من كل إثم، من كل خطية، واغسلني بدمك الكريم. وهي الكلمات يمكن لأول وهلة تبدو صعبة لكثير من أحبائنا المشاهدين. نحن نقصد هنا الذبيحة، الأضحية، إن المسيح بسبب محبته الكثيرة وبسبب رحمته الشديدة ومن أجل نعمته التي لا نستحقها، جاء وقدم نفسه فداء من أجلك ومن أجلي حتى يكون ذبيحة، كفارة
موت بديل عنك وعني، حتى نؤمن بعمل الكامل على الصليب وانتصار الكامل إذ قام من الأموات. ولأنه حي تستطيع أن تدعوه تقول له يا رب اعمل لي زيارة اليوم، تعال زور بيتي، زور عائلتي، زور أولادي، صلي حتى الله يعمل معجزة معاك اليوم، سواء بشفاء مرضك أو معجزة مادية أو معجزة أسرية. هيك الرب يحول اللعنة إلى بركة، ويحول المعاناة والآلام والظروف الصعبة اليوم في حياتك إلى أمور تمجد الرب. صليها، قل له ربي اعمل لي زيارة. على فكرة بحب أسمع منك إذا عندك طلبة صلاة، أو إذا بتحب تصلي وتطلب الرب يسوع المسيح، إحنا منحب نساعدك روحيا. وإذا الفيديو لمسك اعمل شير مع الآخرين. ربنا معك.